Hello? Hello? Can I have a bottle of water? Okay, thank you. May I ask you a question? ساعات ضميرك بيأنبك؟ يعني ساعات ساعات لا حسب. ايه اشهر البلاغات اللي بتجيلك؟ وهل فعلا بتردوا على المكالمات؟ مدام باربرا من الستات اللي بيتقال عليهم هنا ست بيت شاطرة. عايز اسألك، لما بتنزلي تعملي شوبينج الفاترينا اللي عليها 50% اوكازيون بتجننك؟ يا قرتي طبعا مفيش ست التخفيضات ما بتجننهاش. وهم يا انتي، محل بره 30% 50% تخشي 10 جنيه 5 جنيه بينزلوا. هل الناس عندكم كتير بيشتكوا من العربيات الصيني؟ طب لو عندك علبه زبادي منتهيه الصلاحيه بترميها ولا ممكن تحطها على الجبنه وتبيعها؟ طب لو قدامك حاجه عليها سيل وحاجه ما عليهاش سيل بس اللي عليها سيل اغلى، بتشتري اللي عليها سيل؟ هل وجود جهاز حمايه المستهلك في التشيك قرب الناس لربنا اكتر؟ لان هم تاكدوا ان الشكوى لغير الله مزله. طيب لو جالك عيل اقل من 18 سنه عايز يشتري سجاير، بتديها له عليها ولاعه ولا ما بترضاش تبيع له؟ كم مره زودتي ازازه السيفن ماي عشان تكفي الضيوف عندك؟ نوتك لا انا ما بعملش كده، بعمل شاي. والله اوفر برضه، بس في ناس بتصمم. ماشي انت حر. هل ظبط اسعار ياميش رمضان قبل رمضان والفسيخ والرنجه قبل العيد ده من اختصاصك؟ النهارده التاجر اللي عايز يبيع اي حاجه النهارده بيبيعها بمزاجه، مفيش رقابه، مفيش تأمين، مفيش حد بيلف هنا. فاهم دماغي؟ عامل ميزانيه كام لمفتش الصحه موظف التموين؟ بتقولي لاولادك في البيت تاكلوا بيتزا من بره، ليه ما اعملها لكم هنا احسن؟ هل بتنسقوا مع وزاره التموين ولا كل واحد فيكم شغال مع نفسه؟ طب لو شركه سمنه عامله عرض علبه صلصه على علبه السمنه، بتبيع كل واحدة لوحدها ولا بتدي العرض فعلا؟ لما بتيجي تبيع عربيتك بتقلبي العداد؟ لو زبون عندك جاله تسمم من اكلك والمحل اتشمع، ممكن تفتح في حتة تانية؟ عمرك كلمتي جهاز حماية المستهلك وحد عبرك؟ لا عمري ما اتصلت. ليه استرجاع الملابس الداخلية صعب جدا ومستحيل مع ان استرجاع البنطلونات عادي، على الرغم ان انا ممكن اروح اقيس البنطلون في البيت من غير الملابس الداخلية؟ الجبنة البايظة عندك بتعملها مش وتبيعها؟ لا طبعا مش ايه، اكيد برميها. لما بيبقى عندك مشكله في النت بتكلمي شركه الانترنت بيقول لك هزي الراوتر او رسيتي الراوتر او اكسري الراوتر. طيب لو زبون حسابه 98 يورو بتديله باقي ال 100 يورو البن؟ ما عندكيش الجهاز اللي هو الدريم بوكس ده اللي بيفتح كل القنوات ببلاش؟ لا ما اعرفوش. اقفل الراوتر وافتحه تاني. اقفل الراوتر وافتحه تاني. لو زبون عندك هنا طالب بحقه، بتبص له من فوق لتحت وتقول له امشي؟ بتروح محلات العفش الغاليه وتصوري العفش اللي فيها وتعمليها بره عموله؟ بتاخد رهن قد ايه على ازازه الحاجه الساقعه؟ هل لما بتشتري ارض لازم تدفعي ثمنها مرتين؟ مره للحكومه ومره للعرب؟ تمام، شكرا. اوكي ثانك يو. ثانك يو باي. ثانك يو. الحقيقه انا كنت فاكرك ست بيت شاطره بس انت طلعتي ست بيت خايبه جدا. نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو.